لم تمنع الظروف الصعبة وانعدام الدعم حسين من أن يبدع رسماً على الكمبيوتر. الرسام حسين يوسف وجه المدينة لهذه الحلقة. تاركاً لإحساسه قيادة يده وألوانه الباحثة عن كيان مستقل نحو التميز، فلا مدارس ولا مؤسسات تكترث لهذا النوع من الفن الذي أتقنه حسين يوسف مبكراً وقدم من خلاله أطروحة تصويرية معمقة. الرسوم الكرتونية تعمقت فيها وحاولت أقلدها من عمري 8 سنين أو 7 سنين، وبدأت يعني أقلدها وتعمقت فيها وتطورت أكثر أكثر، وبدأت على الرسوم المتحركة وعمري 14 سنة و 15 إلى فوق، وبدأت كانت رسومات يعني عادية أكشن، يعني مثل باتمان طرزان، يعني رسومات الأكشن الإثارة. من خلال الرسوم المتحركة عن طريق برامج الكمبيوتر استوحى حسين من خياله الخصب شخصيات كرتونية جسد بها أعماله الهادفة، متلمسا بذلك معالجة قضايا مجتمعية تعبر عن قوة اندماج الفنان الصغير بالمحيط وبالبشر من حوله. تديش مقتشطة وين تبين عايش ذهن صورة؟ يا سالم، مش انت تعقد مواهبي ولا ايش؟ وش من مواهب جني عفربش، وين قديش تبي بنا اليوم وين؟ او ما قلت لك؟ لا والله عادش ما قلتي لي، وش قد معنا؟ برا عدن المول. اي من بين هذه الرسوم أوجد حسين لنفسه حيزاً مستقلاً سيظل حاضراً به، لا يلغيه تجاهل وعدم اكتراث الجهات المختصة الغافلة عن قدرات الشباب اليمني وفرادة إبداعه. في المدرسة كنت لا أحب الرسم، كنت أكرهه وكنت أخلي الناس يرسموا لي، وأمي الله يحفظها كانت ترسم لي، يعني كنت يعني مش مرتاح للرسم. بعدين شفت نفسي إن أنا لازم يعني أبدع في الرسم وأتطور، وبدأت أمسك الدفتر والقلم وحاولت أكثر، وبدأت أرسم في المدرسة. كنت أرسم في الفسحة، العيال كانوا يقولوا لي ايش ترسم لنا؟ رسمات باتمان، ترسم لنا دراغون بول، حتى يعني أرسم لهم شيء طبيعي. في مسيرة حسين يوسف الفنية مفارقات غريبة، إلا أن عبقرية الفنان لا تعرف الانهزام مهما كانت ظروف الحياة وقسوتها. بدأت في برنامج الرسام. الرسام يعني كان الرسم مش حلو، كان مش طبيعي، كان يطلع فراغات وكذا. بعدين تطورت البرنامج الفوتوشوب، رسمت فيه حبة حبة وتابعت دروس للرسامين، في أعمال بدأت بها بس ما حصلت يعني ما تطورت فيها، لأنه لا يوجد لي هذاك اللي قلت لك القلم الضوئي التابلت. بدأت رسمت القناة صنعاء مسلسل دنيا الأطفال. دنيا الأطفال لعب وغنى حب وصفاء. دنيا الأطفال لعب وغنى حب وصفاء.
ليس الإبداع وحده ما يتطلبه عمل حسين يوسف، بل هناك جهداً آخر يبذله كأي موهوب أراد أن يرتقي بفنه نحو تحول نوعي يتنفس فيه عنصر الجمال. أحب أصنع مسلسلات مثل المسلسلات التاريخية، مسلسلات الكرتون الإسلامية والكوميدية والأكشن. يعني أحب أرسم يعني مسلسلات يعني إلى بلا نهاية، مثل ناروتو وون بيس، حلقات أسبوعية يعني. لم يعد الفن بصنوفه وأشكاله المختلفة يشكل فارقاً لدى المبدعين في بلد تمزقه الصراعات، ولم تترك فيه مكاناً للجمال ولو مساحة صغيرة لفنان يستلهم بإبداعه جماليات الحياة ومعانيها. لا يوجد راعي رسمي يعني يدعمنا في أعمالي ومشاريعي. كنت يعني حبيت يعني بدأت كبداية يعني عادية، ماشي يعني معي هذا اللي يدعمنا ويحفزنا نرسم. حتى في يوم من الأيام فكرت أن أنا أوقف، يعني أوقف الرسم، أنه عارف ماش فائدة.